إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بس مش علي ده الحياة اللي بتموت فيها. طب يلا مش هتنامي؟ يلا يا أرض تهدي. سهير رمزي وأجرأ مشهد في تاريخ السينما المصرية. فيلم اترفع من السينما في أول أسبوع من عرض. الفيلم اتصنف من الأفلام العربية الممنوعة من العرض واللي رفعت شعار للكبار. الفيلم دخل بطلته سهير رمزي من الفنانات الأكثر جرأة في تاريخ السينما. فيلم مصري إنتاج سنة 1983. الفيلم من بطولة نور الشريف وسهير رمزي ومحي إسماعيل. بيحكي الفيلم قصة مقتل سهير رمزي في بداية الفيلم وتحقيقات الشرطة لمعرفة الجاني. بتدور الشبهات في البداية على زوج القتيلة نور الشريف، خصوصا انه كان على علاقة بامرأة اخرى، ولكن بتكتشف الشرطة ان علاقته بتلك الامرأة كان بغرض جمع معلومات كلفته بيها ادارته في الشرطة. بتتصاعد احداث الفيلم في اطار درامي مثير، وبتكتشف الشرطة ان اللي قتلها طالب الثانوية العامة واللي بيجسد دوره محي اسماعيل، وبيتحكم عليه بالاعدام لكنه بيموت قبل تنفيذ الحكم. فيلم أين المفر اللي تصنف للكبار فقط لكثرة المشاهد الخارجة والجريئة فيه، واللي لعب دور البطولة فيه سهير رمزي ومحمود ياسين. أما عن قصة الفيلم فهي عن شابة اسمها ليلى اللي بتجسد دورها سهير رمزي، اللي بتتجوز من المهندس علي اللي بيجسد دوره محمود ياسين. ليلى بتعاني من تزمت وتشدد المهندس علي جوزها، وبسبب كده خدها ونقله عشان يعيشوا في منزل منعزل باسكندرية، والمنزل ده بيحرسه عباس الأحدب اللي بيجسد دوره محمد صبحي. بتعيش ليلى في فراغ وملل ده عشان جوزها كمان بيسافر للقاهرة وبيسيبها قاعدة لوحدها، ولما جوزها بيراجع نفسه وبيعرف انه ظلامها بيقرر انه ياخدها تاني ويرجعها للقاهرة، بس بيكون فات الاوان لان في الوقت ده كان عباس وابراهيم بياع الجرايد وصاحبه راحوا لمراته واختصبوها. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.